نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من الرياضة إلى مدينة رونغا هناك في ولاية سينار نتابع لكل أمر بداية وبداية رحلتنا إحساس يدفعنا وبقوة للغوص في أعماق التاريخ فالرحلة لن تكون عبر ساعة زمنية تفصل بين زمانين مختلفين وإنما من خلال السيارة بالطريق طافت بخاطري أفكار وحكايا عن حياة لم أرها وإنما سمعت عنها عن هذه الأرض التي سكنها أناس غيرنا فعمروها وأحالوها حضارة وسلطنة فالعبور إلى التاريخ إنما هو انفصال عن واقعنا الذي نحن فيه على مشارف قرية رونغا نجد أنفسنا مجبرين على التوقف ولو لدقائق ليس لتعب او نصب وانما نحن على مقربه من اخر ملوك مملكه الفونج الملك باد والطبل المدفون في منطقه رونغا ولعلها من المعلومات التاريخيه الغائبه عن اذهان الكثيرين حول مكان وجود اخر ملوك الفونج فقبره يمثل خيطا لرحله بحث عن مكان بقيه الملوك وهنالك هناك الكثير من الأسرار دفنت مع موت الملوك وأن لا أحد يعلم أين بقية مقابر الملوك إلا أنه يقطع الحديث عن هذا الأمر إلى حين ويدفع بنا للتوجه مباشرة إلى عمق مقصدنا الرئيسي منطقة رونغا دخلناها ضحا فسمة المنطقة البارزة هي الهدوء والسكون وصف المكان فكل شيء في رونغا يبعث على الاطمئنان ويدفعك هذا الصفاء لمعرفه سر جمالها وسحرها فمعظم الطرق هنا تؤدي الى عمق القريه وعمق القريه يمنحك الاحساس لاختيار متكأ وريف وهذا المتكأ باتجاه النيل الازرق منبع كل هذا الجمال والألق الاخضر بالنسبه لسكان رونغا فان حياتهم ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبساتين والنيل فالثمار التي تجنى من اشجار المانجو والجوافه والموز هي مصدر دخل الاسر هنا غير ان رسوخ فكره ان قريتهم ما زالت تحتفظ بسر جمالها منذ مئات السنين وتخلب الباب الناظرين يجعلهم يتمسكون بالعيش هنا وان ضنت عليهم الطبيعه وجف النيل مرة بعد مرة ويقول باحثون في تاريخ السلطنة الزرقاء إن وصول الملوك إلى هذه المنطقة بالذات بغرض الاستجمام إنما لقربها من سنار المدينة من قدسية الفونج للنيل جاءت قدسية المكان فنهر النيل الأزرق المنبسط بكل سعة ورحبة يوفر أسبابه روعة رونغا فعلى هذه الضفاف وقبل خمسمائة عام وأكثر كانت الحياة عاملة هنا والملوك يقدمون في رحلتهم السنوية طلبا للهدوء والاسترخاء وفي رونغا تجد نفسك في مواجهة لوحات تزين فضاء ومساحات القرية لوحات فيها من العمق ما يجعلها راسخة في الذاكرة ولا تنسى يقول الأهالي عن شجره الدليب هذه انها شاهد عصر على حقب زمانيه متعدده وانها رمز فال لهم فمنظرها يوحي بان جمال الماضي ينعكس في افاق المستقبل هكذا يقولون وهم يحيطون بنا محبه والفه ببساطه الانسان السوداني وسماحه اهل رونغا التي احتضنت كل القبائل تحدثوا معنا حول الزراعة والبساتين وجمال قريتهم وأفاضوا في قصص التاريخ وحكايا الفونج إلى أن اختلفوا في عدد ملوك السلطنة ليحتكبوا بعد ذلك إلى عمر عدلان حفيد الفونج الذي كان مستعدا ليجيب عليهم هي تاريخ وضي وإنسان جميل ونبيل وحياة تحفها البركة واليقين بأن ما قسمه الله لهم من نعمة هو من فضل الله عليهم رونغا التي أشجت أوصال ملوك الفوند حينا من الزمان عندما قدموا إليها ها نحن وبنفس الإحساس نغادرها وفي القلب شوق لها